السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ عليكم السلام. هلا بالغالية. شو أخباركم؟ شلونك عمي؟ شلونك خالتي؟ خير أنتوا فيكم شيء؟ حسا ما تخانقتوا. لا يبا ما فينا شيء، ايش فيك مخترع كذي؟ مو المفروض أنكم الحين تكونون بالفندق؟ اي محور ملت من الفندق فقلنا خلنا نرجع البيت. انقص شهر العسل هني ولا بالفندق عادي مو فارقه معانا. اي نستانس معاكم لان انا وايد احب الاجواء العائليه. سليمان هلا اخذ مرتك وانا ابوك وداركم جاهزه. يلا يبا ان شاء الله. بس لو قاعدين بالفندق كم يوم مو احسن؟ كان استانسوا اكثر. يا يمه يا حبيبتي وناستنا معاكم. يا بعد عمري يا سليمان. خالتي عيل بدريه وينها؟ بدرية بغرفتها. أقدر أصعد لها؟ لا 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 هي نايمة الحين. باكر إن شاء الله تشوفينها. إن شاء الله. عاد هذه سوالف بدرية. يا تنام مبكر يا تعفس نومتها. شوفي يا بدرية، إن ما سمعتي كلامي بتشوفين شيء عمرك ما شفتي. هي ما تكفى ما بيسمع شيء. ردي قفل الباب علي. لا تحديني أعلي صوتي وأسمع كل اللي في البيت. ترى أخوك رد. تبين أروح أقول إنك تحاكين ريال عشان ذبحك؟ أروح أقول له؟ لا يما تكفين. أبو سيدك تكفين إن أخوي لا تقولي له. أروح غسلي وجهك وخليك طبيعية. وحور هذه لا تقربين صوبها. طلع من البيت ممنوع، تليفونات ممنوع، وخلها تصيد عليك غلطة واحدة وبتشوفين شيء عمرك ما شفتيه. كافي إن أبوك كان بيموت لسبتك. والله وطحتي بلساني أنتي وبدرية هين. غصب عليك ما راح أشوف غلطة بعد، وإلا راح أعيد تربيتك من أول وجديد. 5 دقايق وتكونين تحت.